ما حكم الهجرة إلى كندا من مصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. ولا أظن أن المهاجر إلى كندا يبتغي وجه الله بهذه الهجرة إلا إذا كان يفر من حكم ظالم في بلد من البلاد، قد تكون له أعذاره، أو يفر من ضيق الرزق قد تكون له أعذاره.